جائزة الشيخ خليفة الامتياز هي أولى جوائز التميز في إمارة أبو ظبي، وهي التي يعني أطلقت في العام 1999، ليست كإطار تنافسي بقدر ما هي برنامج متكامل لرفع قدرات المؤسسات والشركات وقدرة العاملين فيها وتحقيق نتائج مالية وتشغيلية تتناسب مع التحديات الماثلة. بنيت على معايير دولية تبدأ بالقيادة، بالاستراتيجية، بالتنمية البشرية، بإدارة الموارد، إدارة العمليات، وتقيس نتائج كل ذلك من خلال رضا المتعاملين ورضا العاملين وكل المجتمع أيضا وكذا. وهذا الإطار يعطي خارطة للطريق، يعني احنا نركز دوما على أن جميع المشاركين فائزون، ليس بين من يشارك في الخليفة أي خاسر، لأنه يحصل على فيدباك ريبورت وهو مرآة للتميز، يرى فيها نفسه، يتعرف على نقاط القوة أين هي ويعمل على تعزيزها، كما يرى أيضا لا نقول نقاط الضعف، نسميها فرص التطوير والتحسين التي ينهض من خلالها إلى الأمام. طبعا هذه الجائزة هي جائزة مهمة، تساعدنا أنه إحنا نطور نفسنا دائما بشكل مستمر. إحنا طبعا هذه الجائزة عن الصناعة، إحنا شركة محلية، إحنا الشركة الوحيدة اللي بتقيم أعمال في فحص الأنابيب، وإحنا حاليا شغالين في 25 دولة، عندنا مركز بحوث وتطوير في داخل الدولة. وطبعا حصولنا على هذه الجائزة هو يعني إثبات لمجهوداتنا وتحفيز لأننا نتطور ونستمر أكثر وأكثر إن شاء الله في المستقبل. إحنا صار لنا تقريبا هذه دورتنا الثالثة اللي نشارك فيها، بدينا الدورة الأولى حصلنا على الفئة الفضية، وتم إن شاء الله الحمد لله يعني اجتهادنا المرة الثانية وحصلنا على الذهبية، وفي النسخة الثالثة الحمد لله الله كرمنا بعد بالذهبية، وإن شاء الله إحنا مسعانا أن نوصل إن شاء الله للجائزة الماسية بحيل الله في السنوات القادمة. طبعا الجائزة هذه لها أهمية خاصة بالنسبة للقطاعات المختلفة في الاقتصاد لتشجيعها والارتقاء بمعايير الجودة بشكل أعلى. وطبعا فوزنا بالجائزة هذه وسام فخر على صدر كل المنتسبين للأنصاري للصرافة، وأيضا دليل على أن الجهود اللي قمنا فيها في السنوات السابقة في الاتجاه الصحيح، ويعطينا دافع إيجابي وطاقة إيجابية على أساس أن احنا نعطي المزيد ونزيد من توقعاتنا في الارتقاء بمعايير الجودة. الجائزة دور مهم في تحفيز الشركات على التنافسية مع الشركات الأخرى المشاركة، وفكرة مشاركتنا في الجائزة بتحفز الموظفين وبتحفز طاقم العمل أنهم يؤدوا بطريقة أفضل بحيث أنهم ينافسوا للحصول على مستويات متقدمة في الجائزة.